طبعا كلنا تابعنا النهاردة أكبر طرح لوحدات سكنية لمحدود الدخل ومتوسطي الدخل، هيكون في حوالي 25 أو 26 محافظة، وهيكون في شقق جاهزة للاستلام الفوري. لو أنت من محدود الدخل أو متوسط الدخل هنقول لك إزاي تحجز وحدة سكنية في 6 خطوات زي ما هو ظهر قدامك على اليوم السابع. أول حاجة هتشتري كراسة الشروط من أقرب مكتب بريد يوم 25 سبتمبر الجاري، وهتسجل بياناتك على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وتنشئ حساب باسمك. هتستكمل الأوراق المطلوبة واللي بتنص عليها كراسة الشروط، وبتتمثل فيه صورة بطاقة للزوج والزوجة في حال المتقدم أسرة، إيصال الكهرباء، شهادة دخل للزوج والزوجة في حال المتقدم أسرة، برنت تأمينات إن وجد، قسيمة زواج مميكنة، صور شهادات ميلاد الأبناء. هترفع الورق ده على موقع الصندوق بالموعد المحدد، وهتسدد مبلغ جدية الحجز في أقرب مكتب بريد تابع ليك. الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري هتكون موجودة في الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة في اسكندرية، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، إخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية.